لقيت المكان. ها اكيد انت لورا، انت حلوه كثير، احلى بكثير من الصوره اللي شفتها. عن جد تفاجأت انك عرفتيني. وليك هي عرفتك. قدم لك امك عم تتصل. هاي لابوكي؟ ايه اكيد اكيد. ليش ما بدك ترد؟ عم نتفرج على الفيلم. انا صديق لورا بس الاب. كيف بيقدر الرجال ما يضحي كرمال عيون هالطفل؟ لسه ما سكرت، يمكن في شيء مهم. انا برايي رد عليها. نعم امي. فواش صارت الساعة 12 ابني، والخانو متشجك لهلا ما رجعت على البيت. شو؟